وأيضا يتم التصويت على انتظام المهن الثلاثة في الإدراك، الإدراك المحسوب الذي لا يؤدي إلى أكثر من مريض ولا طبيب حتى أي طبيب، ويتم التصويت على هذا. وشكرا. هذا ما قاله تشكيل لجنة الإدراك، بس صراحة في طلب من كذا حد من الزملاء إن ما يكونش فيها حد من مجلس الإدراك، وده تبرر مع فين اللجنة دي هتقوم بالتنسيق مع لجان ممثله في لجنه الاضراب والاطباء البشريين ولجنه الصلاه، وفي لجنه عليا موحده للاضراب. المشروع ده عايز يتكرر بالفعل عن الطلبه دي. خلاص شباب، خلاص شباب.